ليش لروح انا وياك لعنده؟ انا كل خطوتي سالكه ما عندي ولا عقده. بعرف انك صار سليم، انا قلت له هالحكي، بس قال لي ما بيصير، في شغلات لازم مرتك تعملها لحتى ما ترجع العقده الي، يعني ارجع اتعقد انا من جديد. اذا كان هيك بروح معك، بس لتضبط السفره. بس ما معنا غير للساعه 6 ها، الناس فوق بعضها بعجقه عجقه، خير الله بالزور نفوتها. ولا يهمك منلحق، هلا انا فوت مش للشريك وانت روح درس الاولاد. منلحق. قلبيه، شريطيه، قلبيه، بتشعر انه شريطيه؟ لا قلبيه، انا متاكد من معلوماتي. لك شوفي بابا على ايش مختلفين؟ ها ما اجى البابا، اساله. بابا هلا ورقه الفاصليه قلبيه ولا شريطيه؟ انت شو قلت بابا؟ انا قلت شريطيه ها؟ شو؟ هي مكتوب بالدفتر ورقه الفاصليه شريطيه؟ لا بابا غلط، انا متاكد من معلوماتي انه قلبيه، بس هو نائم على اللوح غلط، ورقه القمح هي اللي شريطيه. لا حبيبي ورقة الفاصلية هي اللي شريطية. طيب هاي البابا هون هو بيعرف أكتر مني ومنك، بابا قل له عن ورقة الفاصلية. بقل له بس يعني هو هذا السؤال كتير مهم بابا، كتير مهم. بجوز بكرة يجيب الفحص. طيب المعلمة شو قالت، قلبية ولا شريطية؟ شريطية. لا تصدق بابا، هو منقل من اللوح غلط. أحسن شي أرجيلة من طالع كتاب العلوم ونتأكد. طالع كتابك العلوم لألا. كتاب العلوم شبخ عم تحك راسها؟ ما معي. وينه؟ ضوعته. الله لا يعطيك عافية. شلون هلا بدنا نعرف شلون بدك تعرف إذا كانت قلبية ولا شريطية؟ شلون بدك تعرف تدرس؟ بسيطة بابا ها؟ شوف مكتوب بالدفتر شريطية. إيه مزبوط مكتوب شريطية، بس خايف كمان الدفتر يكون مثل ما قال أخوك نقله غلط أنت مع اللوح. شلون بدنا نعرف هلا قلبية ولا شريطية؟ حزير لشوف. النجم سعدان؟ يعني مو داخلة بعقلي هالقصة. صحيح بيقولوا انه في منجمين بيضربوا مندل وبيشوفوا البخت وبيفكوا عقد، بس جميل بحياته ما آمن بهيك شغلات، على طول كان يقول عنها خزعبلات. شلون راح لعند المنجم سعدان؟ أكيد الموضوع في إنا. يلا قال يا خبر بفلوس، بكرة بيصير ببلاش، هلأ منروح ومنشوف. ايه وبعدين بابا، بعدين معك؟ شوف هو الصراحة أنا أكيد بعرف الجواب بابا، بس حابب أنت تستنبط الجواب، أنت تمحص، لأنه إذا أنت اكتشفته بحياتك ما راح تنساه. وشلون بده يتأكد إذا الكتاب مضيعه؟ ايه هي بسيطة بابا، بتلفن لرفيق من رفقاته بيسأله، ما معك شي رقم رفيق من رفقاتك؟ راح طوق على ما أعرف قلبية ولا شريطية. المهندس قال معي تليفون ديما. الله يديما. منو هاي ديما؟ ديما رفيقتي اللي بتقعد قدامي بالمقعد. أما شو حلوة يا بابا، كل عين هالقد وتمها مثل الفست صغير هالقد وشعرها لهون. ون منت بليز. بليز انتعاك، شو هالجيل هاد؟ انت متأكد انها قلبية؟ الو مرحبا، هون بيت ديما؟ ممكن تعطيني اياها؟ الو مرحبا، كيفك ديما؟ انا سليم. اتصلتي بسوسو؟ رجعت لك الالام؟ كذابه ها؟ لا تصدقيها كذابه، انا بعرفها. ولا يهمك، بكره بنقول لرفقاتنا بالمدرسه انه ما حدا يحكي معها، خليها تمشي بالباحة لحالها. ولا يهمك، بكرة مثل الحمارة بدها ترجع لك الألم وتعتذر لك كمان. ولا يهمك حبيبتي، من هالشوارب بيترجع الألم. لك اسألها بقى، قلبية ولا شريطية؟ عليت قلبي. ايه ايه. الو ديما، هلأ درست العلوم لبكرة؟ شو هالسرعة البديهية اللي عندك نيالك؟ ايه طيب إذا سألتك شو سؤال بتعرفي؟ ايه ماشي. الو ديما، سكري كل شيء، كتب، دفاتر، كل شيء بيتعلق بهالمادة. شو شكل ورقة الفاصوليا؟ متأكدة؟ متأكدة متأكدة؟ طيب افتحي كتاب العلوم لنتأكد أكثر. لك أنا عليك قلبي. إيه. طيب سؤال تاني. لك أنا سؤال تاني، هات عنا. مع السلامة عمو، شو قالت له؟ اللي أنت بالأول، شو شكل ورقة الفاصوليا؟ لك أنا اللي عم بسألك، هي شو قالت لك؟ قلبية.
ما قلت لك انا متاكد من معلوماتي. وانا كمان بابا متاكد من معلوماتي وبعرف انه ورقه الفاصولياء قلبيه، بس تركته يبحث لحتى تثبت المعلومه براسه. بحياته هلا ما عاد ينساها. شو شكل ورقه الفاصولياء؟ شريطيه. الله لا يعطيك عافيه. يلا هنا راح نتاخر على السعدان. يلا جاي. ايش بدك؟ 5:30. بعيد هو شيء؟ يعني في مسافه. يلا بابا فوتوا كملوا دراستكم. الله يرضى عليكم. انا جاهزه. وين شنطتي؟ اي لحظه، ما بدي اسمع صوت. قلبيه احفظها بابا. انا جاهزه. تفضلي. صحيح جميل. شو قصه هاي البراد والتقصي؟ لا ما بشي، هذا البراد مو إلنا. لكن لمي البراد لبيت اهلي. انت شفتي برادهم ما عم يسكر، بعدين يوم يبرد وعشرة بيسخن. فقلت لحالي بنجيب لهم براد. اخطي. مين بده يدفع حقه؟ يعني اذا انا بدي اجيبه مين بده يدفع حقه؟ انا. لكن حق براد لأمك معك، بس إلي شو ما طلبت؟ ما معي ما معي. لكن ما سمعتي بإذنك، نعيم رح يعطينا إياه بالتقسيط المريح مثل مكتب الوزير. يلا تأخرنا على السعدان. سعدان؟ كمان قصة صار فيها سعدين؟ قديش صار آخذ منك لهلا؟ ولا فرنك. هلا فكر لك عائدتك لله بالله؟ السعدان ما بتعرفيه، هذا رجال طيب وقلبه لله، بيحب يساعد الناس ويحل لهم مشاكلهم. هلا هلا بتعرفي عليه بتشوفيه. بيجوز؟ مو بيجوز، اكيد اكيد. هلا هي الحارة مو مهجورة؟ ايه معقولة في حدا ساكن هون؟ لك شو مهجورة؟ صلي عشت ايام بروحوا بيجي، انت الحقيني. من هون تعي. سعدان؟ وينو سعدانة؟ ما بعرف، يمكن بيقول يمكن؟ ما بتعرف وينه؟ إذا لك 10 أيام رايح جاي لعنده، شلون ما بتعرف وينه؟ ما هو مشكلته كل مرة بيحاكي الجن من أوضة، مرة من أي، مرة من أي، مرة من أي، يعني كل جني له أوضته. طيب وين الناس اللي عم تقتل بعض لتاخد موعد منه؟ ايه ماني شايفه حدا غيرنا. هو ما بيحب الزحمه لانه الضوجه ما بتخليه يعرف يحاكي الجان منيح، مشان هيك ما بيستقبل حدا الا بموعد. ادخل يا جميل، تعال يا هنا. شايفه اجى موعدنا الحقيقي. هم هم راح الهم، طا طا طلعوا برا، فا فا فاتوا جوا، عو عو كيف نعوى، نو نو ابطل نوى. مرحبا. بركو يعني عدي. ايه عود. انت انت بتحش تهنيك؟ حاضر. لك تربي جميل. لا تخافي عدي، انا هون. سلمي على السعدان. سلمي عليه. سعدان بسيطة يا جميل، ما لقيت لي غير هالاسم؟ طيب. هي جبت لك مرتي هنا مثل ما امرت. عظيم عظيم، مستعدة تنفذي أوامر الجن الأزرق؟ إيه إذا شي معقول بنفذه. عظيم عظيم، معناتها أنت بتحبي جازك كتير، مشان هيك أنا لحقت وصلتك مع الجن الأزرق يسهل الموضوع عليك كتير ويطلب لك التيسير. ما قلت لك طيب كتير السعدان؟ إيه كمت إيدك. شريف، هي إيدي. شو هي؟ إيدك عني لا تلقني بنوب. مو أنت قلت لي هات إيدك؟ أنا قلت لك هات إيدك على المصاري. مصاري مشان شو؟ ندبعتهم للجن الازرق. خلص نبعت له اياهم بعدين، اليوم البريد مسكر. سامحوا سامحوا يا جني الازرق، ولا تنط عليه ولا تركبه. هلا شوف لي يا سامحني. لحظة. سامحك بس على شرط ما بتعيدها النوبة. حاضر ما عاد عيدها،
بس المهم اللي بدك تقوله لمرتي قوله، لانه عندنا شغل بدنا نتيسر. سامحه سامحه، حسامحه انه غبي، سامحه ولا تنط عليه ولا تركبه. لك شو حكيت؟ شوف لي يا سامحني، خلي عنا انت تترني سامحه. بس ثاني مره ما تتدخل بشغلاتي ابدا. حاضر على راسي. هلا المهم شرف وخلينا نخلص شغلنا، تفضل. شو هي مين ترى؟ سامحوا ايها الجني الازرق، سامحوا، لا تنط عليه ولا تركبوا. بسيطة، هي 200. ما بيمشي لحال بنوب، ما بيمشي لحال بنوب، ما بيمشي لحال الا بطربوش. خلصنا جميل، عطيه اللي بدي اياه، عطيه من الطربوش. عطيه من الطربوش؟ انت شو طالع من جيبتي؟ شرف، هي ام الطربوش. أنا المنجم سعدان صاحب الإنس والجان، عندي رسالة إلك أيها الجان الأزرق. أنا مرت جميل اللي فكيت له مبارح عدته، جاي مشان تسمع أوامرك. ولا تنسى تقوله للجني. ولا كلمة، الجني الأزرق بده يصدر أوامره. أمرك أمرك أيها الجني الأزرق، وكتر خيرك وكتر خيرك لانك ما صعبت المهمه عليها. ايدك ايدي شو بدك؟ حق الوصفه. انا وصفه يلي بدك تستلميها. بدي حقها طربوشة، واذا بيكون الطرابيش احسن. خلص مو مشكله. بعدين عجبك؟ هي عصا. هي لحظه، وين حاطه المصاري لجميل؟ تفضل خليني اشوف هدول الحبات. سكين بتدقيهم بالهاون 7 مرات حتى يصيروا انعم من الكحل. حاضر، دقهم 7 ساعات ليصيروا مثل الكحل. بتاخذي اللي معك وترشي منهم 7 رشات، بعدين بتاخذي هدول الاكياس وبترشي من كل واحد 7 رشات، وبتحطي عليهم 7 ناقط مي وبتحركيهم 7 دورات. حاضر، 7 دورات. تاخذي هدول وتحطيهم بصحن بنص الغرفه، وبتخلي جوزك يمشي على ايديه ورجليه مثل السعدان 7 مرات. فهمت عليك غيره؟ بعدين بتخلي جوزك ينط على ايديه ورجليه 7 نطاط، وبتسطحيه على بطنه 7 ساعات، ولما بفيق بتلاقيه عم يحكي مع النسوان ب7 لغات. يعني تنفك عقدته على الاخر وما عاد ترجع له؟ اذا نفذتي اوامر الجن الازرق ما بترجع له ابدا. بسيطه. وهلا خلاص الوقت تبعكم، يلا الله معكم، احطوا احطوا. حاضر رح نحي، تفضلي. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. ما انا بفرجيك يا وسيم. يلا نشوف مين السعدان. واحد مثلك شو بصير. مو على اساس الاستاذ سعدان قلبه طيب وبحل مشاكل العالم ببلاش؟ إيه هي بجلسه وحده اخذ 1500 ليره، بتعرف لو طلب 10000 ليره كنت اعطيته؟ لانك بنص عقل، على كل حال هو يمكن اخذ اجره الجلسات كله. هذا مو مهم، المهم انه العقد مفكيت. بس الوصفه اللي اعطاني اياها غريبه وصعبه. ليش ان شاء الله رح تنفذيها؟ بدك شو بدي ساوي فيها؟ حاجتك قلة عقل بقى، هي اكياس التراب اللي اعطاك اياها كبيهم. يا شلون بدي كبهم؟ خلص كبيهم بزباله ما لهم شغل. والعقده؟ العقده لا تخافي مفكت. اذا بدك امشي لعند رفيقتك مها لفرجيك شلون بجاملها. امشي. اي لا ما في داعي، اليوم سمعتك على الغداء لسه ما لحقت العقده تنفك، لسانك ما فات لتما. غلطي مو؟ لا ما غلط، بس المجاملة مطلوبة. ماشي تفضلي نتمشى، ما بحب ارجع على البيت مهزوز بدني، خلينا نروق بعدين نرجع على البيت. يلا يلا. إيه هذا انتو مساء الخير. اهلين محمود، شو معك هون؟ ما تفوتي تقعدي ببيتك وترتاحي. انا قعدت على البلكون داخل ايه، طلعت لعند ام تحسين داخل يا كتار، دقيت انا عليكم طلعوا له الاولاد قال مالكم هون. وانت شو طلعك على الدرج؟ مو خايفه تنكسر رجلك الثانيه؟ على فكره هنا ام تحسين زعلانه كثير منكم. ليش بقى؟ مشان الدكان اللي بدها تفتحها لجوزها. وانت شو قلتي لها؟ دافعت عنكم انا، مو انه ما دافعت، دافعت قلت لها لا لا تفتحي سيرته بالعاطل ابدا، جميل وهنا كثير بيساعدوا الناس خاصه جيرانه، قلت لها انه الجائزه اللي يا نصيب طلعت اشاعه في اشاعه. الله لا يجبره اللي كان السبب بالاشاعه. يلا ابو طارق صيد غني ولا صيد فقر. ام محمود فوتي على بيتك ارتاحي وخذي الدواء اوام. شكرا على اليخنات اللي بعثتي لي اياهم. شو طيبين؟ ما بتلحقتي تتعشي لسه ما صار وقت العشاء، لما ودالك اياهم طارق انت متغديه. معلش قدرتوا لانه سخنين كثير. ايوه ماشي صحتين وهنا. شفتها شو هاد الفيلم؟ بابا انا ما دخلني، سليم هو اللي بلش. قوموا على دروسكم قوموا.
قلبية ولا شريطية؟ شريطية. قلبية يا ابن ال... بسيطة يا وسيم، تاخد ال 1500 ورقة ما لك أي مو مشكلة، بس تنططني أنا تمشيني على أربعة وتخليني نط مثل الشمبانزي. إيه؟ أنا أفرجيك. شو هالصوت؟ هاد صوت هاوي اكيد، هنا عم تدق محلاب، ظاهر بدها تعمل اقراص. ياي انا كتير بحب الاقراص، رح تنقضى شهوتي. صير مريض. شبك بابا شايفك متوش كتير. انت يا خمي على الحاك لحنيك كل. تاولي صابي شغل خليكم يا اكل جعت. ايمي الدق من ايدك وتعي كلي لحالي. ايه ماني قدراني مو شايف مني عندك. ايه تصطف لي. انا بعمل لك. انا تقبر قلبي اعمل اياها. شو القصة؟ صار لي عم تدق أكتر من ساعتين وما خلصي. قديش بدها تعجين؟ كيس طحين؟ بجوز نادرة شي ندر بدها توزع على فقراء الحارة كلها. بجوز.
جد دقي ماما لسار قد الطبل ما عم بقدر نام بكره اذا اخذت سبعه انا ما دخلني ماما حاجه بتكملي بكره معلش حبيبي تتحملوني بس ينطبروا قلبي بدنا نتحمل ايه شو طيب بدنا نقدر ننام وانت يلا طق 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 معلش حبيباتي حطوا راسكم تحت المخده وتحشروا قطن بأدنيكم حبيباتي انتوا حبيباتي فوتوا نام منجرب انطبروا قلبي نوم العوافي كيفك يا سودا ساعديني بالدق يا سودا يا سودا يا سودا تعبت يا سودا انهلكت يا سودا لا شغلي صار فيي انه إيه لو بدها توزع اقراص على فقراء الشام وحمص وما لف لفها حلا تخلص ده انا لازم اروح شوف شو عم تعمل إيه صار لها 3 ساعات نقرت راسي ام محمود سمعت صوت الهاون قام اجت تشوف شو عم ساوي ما بتقدر ما تعرف إيه ما راح افتحنا ما راح افتحنا افتحي هنا انا 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 ام محمود افتحي خليني ساعدك بقراص الحلو هيك على الحاله بدك جمعه لتخلصي لك ما تعبتي افتحي انا ام محمود افتحي لي انا انا لا هو مفتح لها لانه اذا ما فتحت لها ما راح تحل على الباب تحمل محمود افتحي اهلا وسهلا تفضلي يعطيك العافيه هنا الله يعافيكي يا رب تفضلي حبيبتي ارحمي نفسك شوي ما تعبتي حاجتك بقى ايش بدي ساوي ما بقدر اوقف لساعه 3 لازم ضل دق الله يعطيك العافيه ليش كم كيس رح تساوي كيس شو كيس طحين ليش ما عم تعملي قراص انت لا انا عم بعمل سحر من شاني قولي سحر من شاني تعي تعي لهون ايه انا هلا بس لاخلص دق بتيجي بكره وبتاخذيهم بعد ما بتاخديهم تنقعيهم بسبع نقط مي بعدين بتحطيهم بنص الأوضة وانتي حاطتيهم بنص الأوضة بتنطي فوقهم سبع نقطات وبعدين بتلفي حواليهم سبع لفات على اليمين وسبع لفات على الشمال بعدين بتاخديهم تنقعيهم سبع دقايق وبتقطعيهم سبع قطع وتوزعيهم على سبع بيوت وما بتاكلي منهم ولا لقمة يا محمود بعرفك حاكمها بعدين بتطيب برجلك وبتجيك رزقة رزقة الله يسمع منك إذا طلع كلامك مظبوط إلك عندي هدية محرزة يخلي لي إياكي يا أم محمود روحي لأنه أنا ما بقدر دق قدامي حدا أنا وزعت جوزي وولادي مشان هالشغلة ماشي أوكي رايحة رايحة إمتى أجي آخذهم أنا بكرة بكرة ماشي الله يعطيك الله يعافيكي توصي بالدق حبيبتي إيه تكرم عيونك سكري الباب وراكي أم محمود أوكي واخيرا خلصت سبع رشات هي وحده وهي تنتين اخ وهي ثلاثه وهي اربعه ممكن خمسه وهي سته ومن الظرفين هدول كل وحده سبعه كيف نفتح هدول عضله ديدي هي واحدة وهي تنتين وهي ثلاثة وهي أربعة وهي خمسة وهي ستة وهي سبعة ومن الثاني هي واحدة وهي تنتين وهي ثلاثة يلا يعيني وهي أربعة وهي خمسة وهي ستة وهي سبعة لا هي منجم سعدة سبع نقط واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 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 نخلطهم
جميل. قوم حبيبي قوم، ما فيني لبك، مالي مروي. يلا حبيبي قوم. لوين بدي قوم؟ قوم، صار الصحن جاهز. أنو صحن؟ قوم بتعرف. إن شاء الله الصحن تبع السعدان. هو بذاته بدي إياك تنط فوقه بس خمس دقايق وترجع تنام. إيه ما حزرتيه؟ لا جميل، قوم حبيبي، لا تربحني تعبي. يلا قوم، قوم طول قلبي. لك شو مالك قايم؟ قوم مشان ما ترجع لك العقدة مرة تانية. يعني بتصيري تغاري علي؟ ايه حبيبي بصير بغار عليك. ايه قومي. تقبل قلبي يلا. وين الصحن؟ ليكو على الطاولة حبيبي. هذا هو؟ ايه هذا هو. شو بدي ساوي فيه؟ هلا يا حبيبي بدك تنط فوقه سبع نطات وتدور حواليه سبع دورات. يا حبيبي وين بدي احطه؟ اخ بالنص. على الأربعة حبيبي، على الأربعة. على الأربعة؟ ايه. الله لا يوفقك يا وسيم، هيك اخرتي على الأربعة. عدي لي. اي واحد. عدي. وهي خمسة، وهي ستة، وهي سبعة. اجي بالك على الصحن، دير بالك على الصحن، حاجة حبيبي حاجة. خلاص قوم. الله لا يوفقك يا وسيم. يا سعدان. اي ماشي حبيبي، هلا نطفوها سبع نطاط. عدي لي. يلا تقبرني. واحد، اثنين، ثلاثة، برافو عليك. أربعة، وهي خمسة، وهي ستة. وهلا سبعة، برافو عليك، برافو عليك. يلا حبيبي هلا بتقدر تروح تنام. تقبر قلبي، تقبر قلبي ان شاء الله. وهدول شو بدي ساوي فيهم هن وهدول الباقياني؟ يلا بعطيهم لام محمود، بركي بتدخلها شوي. الله يهدك يا وسيم. جميل يا جميل، جميل حبيبي نسيت شغله. شو رجعنا لوصفة السعدان؟ ايه معلش حبيبي اهون شغله تقبر قلبي. شو هي؟ قليب على بطنك. اه؟ قليب على بطنك. ما بقدر نام غير هيك انا. لا حبيبي بس الليله. ما بدي. جميل شغله مو على كيفك. ايوه خليتني دق سبع ساعات وانا دق بالهاوين، وخليتك تنط سبع نطات وتدور سبع دورات، هلا تيجي بالاخير تنزع لي اياها؟ قليب على بطنك يا شو؟ حباب جميل. بتصيري تغاري. ايه بغار بس نط يلا. يلا. اخ. ما عم بستحكم. معلش حبيبي بس الليلة. شايفتك ها؟ شلون بدي نام؟ على بطنك شايفتك. تعبانة كتير يا جميل. الله لا يوفقك يا وسيم، انت اللي نيمني طب. يلا امي انت وياه. يلا سي سي طبا انت كمان. عايزين من الطفل. يلا عشا حبيبات. يلا عجلوا لك بطوه. ها يلا انت وياه. يلا يلا انت وياه. يلا يلا لك عجل. مع السلامه امي. خاطر الله معك. ليك حبيبي دير بالك على المذاكره، بدك تاخذ 10 فمان عجيب. بس اللي بتقولي انتبه، ليش ما بتقولي لاخي؟ لانه اخو دائما بياخذ 10، اما انت لا. يلا عجل هلا بنروح الاوتوكار. لا حبيبي لسه بكير رجعنا. شو بكير الساعة 7:30؟ إيه ما بيصير لك شيء إذا تأخرت رجعنا مطب على بطنك. شو تأخر؟ عندي شغل كثير يا هنا. إيه لسه السبع ساعات ما خلصوا، لسه ساعتين ونص رجع طب على بطنك. ساعتين ونص؟ إيه ساعتين ونص يلا تقبر قلبي لا تضيع تعبي حبيبي أنت، رجع طب على بطنك يلا. حاضر. أوعى تقلبها شايفتك.
لا بدي اقلب. لا تقوم تشوفني بقلب. ما عم بستحكم. لا احكي مع مها قبل ما تروح الشغل. الو صباح الخير مها، كيفك؟ ايه شو بدي لك مها؟ دخيل عينك، فيكي تاخدي لي اجازه ليوم واحد؟ لا ما في شيء، بس تعبانه شوي، ايدي اليمين معضله. ايه كنت عم عزل البيت، قامت عضلت. لا انا بعزل باليمين ما بعزل بالشمال. ايه حبيبتي. لا لا عندي اجازات كثير بدي صفيهم، دخيل عينك حبيبتي انت. ايه ماشي مها، الله معك، مع السلامه. يشوفوا احسن ما يقلب. لا والله المدير مو هون، وصل مشوار على المحافظه. حضرتك عم تحكي من المحافظه؟ بجوز لسه ما وصل لعندك. تكرم عينك، مع السلامه. شو صار له؟ تاخر كثير. احسن شيء اتصل فيه على البيت ليكون مريض، بس بركي انزعج من تليفوني. ينزعج بدي اتصل وطمن قلبي عليه. الو اهلين اهلين مدام هناء، شو بقول استاذ جميل؟ انشغل قلبي عليه. سلامة قلبك ولا يهمك، جميل بخير. طابب على وشو؟ قصدي يعني ساعة زمنه بيكون عندك. ايه ماشي بخبره. مع السلامة. طابب على وشو؟ شو مبين سامي لهلا ما اجى؟ بجوز وصلت تجيب الحلوان. صباح الخير يا حلوين. صباح النور. شو هاد الحلوان؟ واحلى حلوان كمان، بس ما تكونوا فطرتوا. انا فطرت. وانا كمان. الك الا روح وزعوا بالغرام. لا شو وزعي بالغرام؟ شو ما بتلقي مزح، افتحي مناكم. ليش ما جبتي سوسن معي؟ اكيد استلمت وظيفتها من هلا، مزبوط؟ مزبوط، استلمت الوظيفه اليوم، بس ما هو. وين؟ باحسن مكتب تجاري بهالبلد. وبراتب قد راتبي انا ومرتين، انا اللي صار لي موظفه هون 20 سنه، يقطعني. لكن يا عمي قطاع خاص. دخلك مو هي اللي بيقولوا عنا الخصخصة؟ احسن ما تتوظفوا، ناقصنا معقدين. استسلمت امي، بدي اروح الدوام متاخر. ما مشكلة جميل، انا حكيت مع السكرتيرة وقلت لها انك رح تتاخر. رح انبرق، عندي اجتماع. طول بالك جميل، مو باقي غير دقيقة، تحملت 7 ساعات، ما باقي غير دقيقة، ما رح تتحملها؟ يلا احسبيها. يلا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 يلا يلا خلص خرجتك، فرجت عنك. يلا قوم احسن ما تقعد على شغلك. قوم. قوم يلا. جميل الله ينصف عمرك يا سعدة. لك جميل قوم حبيبي، قوم. على مهلي هبطت قلبي، قوم. على مهلك. يلا انبرق ضهري. وين هون؟ ضهري مبروك. قوم حبيبي. بعتي برقية لأهلي يجوا. لا بعيد الشر عنك، قوم. انبرقت أنا. قوم حبيبي، قوم. أي إن شاء الله أنا ولا أنت. إيه إن شاء الله. قوم حبيبي، قوم يا بس. على بعدك على الفقرات. الفقرات. يلا قوم. العجوز. العجوز. والعصعوس يا أخي. يلا حبيبي يلا. على بعدك. أعطيني الشحاطة. ليك الشحاطة هي لبستك إياها. يلا حبيبي ها. يلا نبي ايدك شيلي. يلا طول بالك جميل. طول شباب، ايدي جميل، ايدي القطنية. 1 2 يا عم يا سلام. انت امل، هذا الطلب بده توقيع من المدير. خليه هون هلا، بس يجي المدير بخليه يوقع لك اياه. الله معك، اضوي. و صباح الخير. اهلين. تفضلي. يسلموا. شو المدير لسه ما اجى؟ شو عرفك؟ لانه هلا ما طلب قهوته. ايه اجى وراح على المحافظه. درويش ما قلت لي شو صار معك؟ بشو؟ لقيتها. منو هي؟ اللي لبستك الاحمر والاخضر والابيض. وانت شو عرفه؟ يعني الحكي مزبوط. معناتها بتعرفيها، دليني عليها. يا اما بنطحك نطحه بخلي دمك حميمه. اخ ليش ما قال لك المدير؟ بدي اسمع منك. احكي. فلتني عامل لك فلتني.
قتلتني ها؟ ما فلتك لا اسمع منك. مين يا زين؟ درويش سلام اخونا من رب العالمين. صباح الخير استاذ. شو عم تساوي؟ ما عم ساوي شيء استاذ. روح جيب لي القهوة يلا. حاضر استاذ. دقيقة بتكون عن طاولتك استاذ. لا بتجيبها لهون والآنسة أمل بتفوت لي على المكتب. يلا حرك. حاضر استاذ. نيتو عاطلة بهالتطليعة. صباح الخير يا أول. شو استاذ؟ هذا مشهد جديد؟ لا هي بروفا لقدام. صباح العسل يا عسل. صباح الفل يا فل. صباح السعد والهنا. صباح الحنطة يا شعير. صباح الحب يا روح القلب. صباح الخير من فقراتي إليك. صباح الخير استاذ. ليش كنت طابب على وشك؟ دخيل هالصباح. بيظهر انه وسيم معه حق. هي امل ما عم تمثل تمثيل. قولي علي اذا كان صحيح. اذا كان الحكي جد معناتها احسن حل اني انقلها من هون وعين شي وحده تانية بدالها. سكرتيره حلوه يقدر الواحد يطلع فيها وهو عم يغازلها. اتفضلي البريد يلي رح تخلي قلبي سعيد. يا ريت تضبطي حالك شوي لانه نحن هلا برات التمثيل. حاضر يا حلو يلي خليت قلبي يغلي غلو. غلو؟ هي غلي استاذ بس انا غيرتها لضروره الشعر، حلوه ما هيك؟ هلا بس يخلص البريد توقيع بنادي لك تجي بتاخذي، يلا لمكتبك. خليني اقعد جنبك وخلي قلبي ناجي قلبك. وقفي على حيلك. بوشك على مكتبك. هوا استاذ. يطيرك. غلو؟ صباح النور. اهلين ابو بيت. ابو جميل حمصي؟ اي نعم هون. افتحي لنا الباب خلينا نفوت البراد. ابو جميل بعته؟ لا المعلم نعيم. منو هذا نعيم؟ معلمنا. خلصينا اختي الله يوفقك. ما عندنا وقت هون. يلا يلا شباب. هذا البراد اشتراه ابنك مهندس جميل. معلمنا نعيم امرنا نوصل لك اياه هون على المطبخ. اكيد غالي كثير ما هيك؟ براد طبعا غالي بس معلمنا نعيم رأى لابنك وعطى اياه بالتقسيط. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك ومعلمك يا رب. سكر الباب تقبرني. يلا يعطيكم العافيه. السلام عليكم. مع السلامه. الله معكم. ليش انا محتار مين بدي اعين سكرتيره بدل امان؟ الدائره عندي مليانه موظفات عم يغلو غلو. احسن شيء انطق لي شويه حنك مع الموظفات ونقي السكرتيره اللي بتعجبني. أنسة يا أمل انا طالع جوله بالمديريه اذا حدا سال عني ما بطول. مع السلامه جميل. قلت لك انه التمثيل خلص. انا ما عم مثل استاذ. انا كنت قصدي اقول لك مع السلامه استاذ جميل بس الاستاذ سقط سهوا. الاستاذ سقط سهوا؟ ان شاء الله تسقط رقبتك. خلص الضبضبي بقى. حاضر مع السلامه جميل. لنا كيلو بندوره ب40 ليره. احي ولك شغل احي. الخسه ب15 ليره. أهلين أستاذ. أهلين أستاذ. بدي نص كيلو ليمون ب30 ليرة. صاروا ست ليلة. شو عم تحسبي؟ أهلين أستاذ. شو كنتي عم تحسبي؟ جازي أستاذ جاي على باله صحن سلطة وعم بحسب قديش بكلف. وقديه طلع معك بكلف؟ مو أقل من 80 ليرة أستاذ. 80 ليرة مو كتير؟ طبعا كتير أستاذ والمعاش ما عم يكفي. زود لي يا الله يخليك. اطمني عم بسمع بالأخبار إنه في زيادة معاشات إن شاء الله. إمتى أستاذ؟ بهالقرن. يا الله لا يسمع منا. بكره بيغلوا كل شيء. مزبوط معك حق. مدام نجاح. اهلين. شو هالشياكه؟ شو هالاناقه؟ يخزي العين عنك. شكرا استاذ.
ما شاء الله، بس مو الأناقة من الأواعي وبس، لا، مثل ما بقول المثل القالب غالب، مو هيك يا ست سمار؟ هيك أستاذ. تفضلي عادي. طمنيني ست نجاح، جوزك لساته ما بشرب القهوة إلا من تحدياتي؟ لساته أستاذ. مدي إيديكي لشو؟ هدول إيدي الحلوين، مو معقول إلا يساووا قهوة حلوة. يعني سمحت لي أستاذ، تأخر الصبح ساعة، بس مشان أساوي له القهوة لجوزي؟ هو بصراحة أنا ما بهون عليه يخجل موظفة حلوة وأنيقة مثلك، بس شو بدي ساوي؟ القانون قانون مو بإيدي. ست سمار، ولادك كيف؟ وإن شاء الله تيسرت أمورهم؟ الحمد لله. وأنت منيحة إن شاء الله؟ منيحة. الحمد لله. لازمكم شيء؟ بدكم شيء حبيباتي؟ لا شكرا أستاذ. خاطركم. الله معك أستاذ. شو بو؟ شو بدك تضل دبقة فيه تمرتينا؟ الشاي بحبك وبدي احميك انا. بتحبك العافية، يلا احيط حاطي. يلا صباح الخير يا حلوين. اهلين استاذ. شو شايفكم عم تردوا مثل تلاميذ المدارس. ست سامية كيفك؟ منيحة. ان شاء الله ما حد عم يضايقك بالشغل. الحمد لله. بنتك الأمورة سوسن كيفها؟ عفوا استاذ، انا ما بسمح لحد يحكي على بنتي بهالاسلوب. انا بنتي صبية وسمعتها مثل المسك. ليش شو حكيت انا؟ شو هيدي أمورة مأمورة لك؟ عفوا ما قصدت، بس لك عندي خبر بيطير لك عقلك. انا قررت بدل السكرتيرة اللي عندي، بقى خليني قابل الأمورة، خليني قابل بنتك، بجوز عينها. تأخرت كتير استاذ، أنا بنتي تعينت سكرتيرة بمكتب تجاري قطاع خاص وبتقبض راتب قد راتبي وراتبك ومرتين. أي الحمد لله، أنا شو بدي؟ أنا بهمني إنه الله يسعدكم ويهنيكم. شكراً. عفوا. إيه ست منال؟ أنت كيفك؟ كيفه جوزك؟ الحمد لله الحمد لله. دعم مبين ما شاء الله، في سعادة على وشك، معناتها أموركم بخير ما؟ الحمد لله الحمد لله. شوفي لحتى تحافظي على سعادتك دائما لازم تكون امورك مع زوجك بخير. ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف وشك بخير. الحمد لله. اضوي. لا لا ست سلوى، انت مو ضروري ابدا الواحد يقول لك اي شيء، سماه هم في وجوههم. شو هالوش اللي عم ينقط حلاوه وعسل وحسن وجمال؟ هذا من ذوقك استاذ. لك تسلمي لي على الطله. شكرا استاذ. هو عفوا. لازمكم شيء؟ بدكم شيء؟ انا ها بدي اكمل جولتي التفقديه. سلامتك استاذ. الله يسلمكم. شو حلوين. شباب يعطيكم العافية. أهلا وسهلا أستاذ. أهلين. لهنيك. مرحبا ست إيمان. أهلين أستاذ. كيفك؟ الحمد لله. كيف الشغل؟ حضرتك أدرى. صحيح أنتم ما بتنسألوا هيك سؤال، ما شاء الله عنكم وعن شغلكم. جوزك كيفه؟ الحمد لله أستاذ. بتعرفي أنا بحسده كثير لأنه عنده زوجة مثلك بتراعيه وبتهتم فيه. شو بدنا نعمل أستاذ؟ أنت قدوة. انت قدوة للمرأة والزوجة المثالية. شكرا كثير استاذ. واهم شيء فيكي اناقتك، دائما انيقة يغزي العين عنك ومفرفحة ومشقرقة. شو بدنا نعمل استاذ؟ بدنا نرضي هالرجال مشان ما يتطلعوا على غيرنا. حلوة يا انت. استاذ عفوا، بس يعني لهلا يعني ما عرفنا سبب تشريفكم لعنا على المكتب، يعني في شيء بخصوص الشغل؟ ايه طبعا اكيد انا جاي مشان الشغل. هو بصراحة أنا عم بعمل جولة تفقدية اطمن فيها على المكاتب وهلأ أنا عنكم. أهلين وسهلين أستاذ. إيه ست نادية، أنت طمنيني جوزك عقل ولا لساته عم يطلع على حدا غيرك؟ لا الحمد لله، صار من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. جوزك غبي. معلوم غبي، في واحد بالدنيا عنده زوجة مثلك جميلة وبتغار عليه وبيطلع على حدا تاني؟ القصة مو قصة غباء أستاذ،
بس الظاهر انا اللي كنت مقصره بشغلات، وهلا الحمد لله تلافيت التقصير ومشي الحال. برافو عليكي، انت انسانه عظيمه وحلوه واكابر انت. انا برايي انك تضلي تغاري على زوجك، طبعا لانه رجال ماله الامان، ما بيعرف الواحد امتى بيرفسوا النعمه اللي هن فيها. فعلا رجال ماله الامان. معك حق يا استاذ. طبعا معي حق لك. شو هي اطمنت عليكم انا لازمكم شيء؟ سلامتك. سلبي لي على جعوزك. لك شبه؟ ليلي.